سلام سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين كيما دايما. نلقاكم حنوناتي اليوم. حنوناتي راني خيرت لكم واحد الحانوت تاع الماعن كيما يحب الخاطر، واسمه زين دارك. الحانوت هذا حانوت كبير وما شاء الله فيه سلعة ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعجبوكم تاني الاسعار ديالو. الحانوت هذا حنوناتي جاي في بومعطي، دائما مازلنا في بومعطي، دونك روعة ان شاء الله. يعني باش الناس اللي في الجي عم عندهم هذاك تاع ميسوني اللي صورته لا ديرنيغ فوا، واللي قراب على بومعطي ولا يحبوا يروحوا لتما كيشوفوا هذا تاني ما شاء الله عليه. فاقعدوا الى اخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا كامل داك الشيء الموجود. وكما العادة صورت لكم بلا عقل البنات، وسييت نزومي على الاسعار باش تاخذوا فكرة مليحة. دونك حنوناتي اعطيكم الصحه البنات بيان سور، والاخوان تاني اللي راهم يخلونا في التعليقات الزينه، ربي يخليكم ليا ان شاء الله ويدوم المحبه ان شاء الله من الجهتين ان شاء الله يا ربي. وما تنسوناش اللايك تاني البنات الى عجبكم الفيديو، والى ما عجبكمش ما كاش مشكل، بكل صدر رحب ديروا ديسلايك، يا با بروبليم، يبقى كل شيء تفاعل. على كل حال خلونا دايما التعليقات الزينه تاعكم دايما نستناها. والبنات الجدد اللي دخلوا معنا اول مره نقول لهم مرحبا بهم في قناتهم في دارهم همسات خديجه، ولا حبوا يعملوا لنا اشتراك ان شاء الله في القناه فضلا وليس امرا اذا حبوا بيان سور. ما ينساوش سورتو سورتو يفعلوا الجرس، باسكو بالجرس هذاك اللي يلحقكم كل جديد نتاع الفيديوهات. فوالا دونك اخواتي العزيزات، نفهمكم وين جاي الحانوت هذا. من قبل ما ننساو قلنا ناخدو كوم غوبيغ البنات المارشي نتاع الخضره، واللي قدامه المارشي تاع الشيفون وتاع الخضره جايين قدام بعضهم في بومعطي هكذا. دونك كي تلحقوا لبومعطي سقسيو على المارشي تاع الخضره نتاع الشيفون. نتوما هذاك الحانوت هذا جاي في الخطوة اللي مقابلو، ماشي في الخطوة تاع المارشي. دونك المارشي تقطعوا الخطوة اللي مقابلو، تكملوا قباله على يدكم اليسرى. اوكي، على يدكم اليسرى تروحوا قباله، قبل ما تلحقوا كاين ان غون بوان ماشي بعيد بزاف، واحد والله ما على بالي 100 متر ميم با، ما لحقش نورمالمون. كاين واحد الغون بوان او حانوت كبير، سقسيو على كل حال الا تهتو سقسيو، او مكتوب فيه زين دارك. دونك جاي على لاغوش تاع المارشي نتاع الخضره من قبل ما تلحقوا للغون بوان. ان شاء الله عرفت نفهمكم برك. كيما قالت لي وحده المره اللي فاتت، انت ديجا مراكش. نو راني فاهمه، بالك هنا ما عرفتش كيفاش نفهمكم. ان شاء الله تلقاوه راهو غير تماك ماشي بعيد على المارشي تاع الخضره البنات. واني خليت لكم بيان سور، راني صورت لكم مليح الدخله ديالو، قلنا اسمه زين دارك. حنوناتي هذا ما كانش، ما نطولش عليكم بزاف بزاف الهضره. ما تنساوش تخلوا لنا تعليق شباب، وما تنساوش اللايك ان شاء الله الى عجبكم الفيديو. نحبكم بزاف بزاف، والسلام سلام.